اللايرز او الطبقات داخل الفلاش CS5.5. اي برنامج جرافيك مشهور بالتعامل مع الطبقات، انك تقدر تعمل كذا طبقة فوق بعض علشان تقدر تعمل وتدير المشروع بتاعك. زي ما انا عندي شايف سنس زي ده في حاجات كتير اوي، طائر اتنين والفيلة والزرافات والشجرة والشمس والارض والانعكاس ده، وطبعا الطيور دي والحشائش دي، وكلمة free learners. كل ده عندك اوبجكتات عبارة عن جروبس، كلها متحولة لجروبس عشان اخليها مع بعض. عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعرف اتعامل ازاي مع الطبقات، وازاي احط كل واحدة في دول في طبقة، ونظام الطبقات ازاي. اول حاجة، نظام الطبقات بيجي من المنطقة دي، بس دي المسؤولة عن الطبقات داخل فلاش. اوكي، عايز اعمل طبقة جديدة بعملها من هنا، يبقى نيو لير. اللي انا محددها وعملت نيو لير هيتعمل لي طبقة فوقيها. يعني عملت كده طبقة اتنين، جيت على الطبقة الوسطانية دي، رحت عامل نيو، تظهر لي فوقيها طبقة. يبقى انا مكان ما بضغط على الطبقة بعمل كرييت نيو لير، بتعمل لي طبقة فوقيها. عايز امسحهم خالص، بمسحهم بدي بالديليت، بعلم على اللير وبقول لها ديليت، بديليتها لي على طول. عايز اعلم على كذا لير، على الليرات كلها، وليكن مثلا عندي كام لير كده، بروح جاي اخد شيفت ورايح على اخر واحده، يروح مختار لي كل اللي بينهم، بين اول واحده اخترتها واخر واحده اخترتها. لو انا دوست شيفت اقول له ديليت. لو انا عايز اعمل امسح ليارات مختلفة في مناطق مختلفة، بضغط كنترول او كوماند واضغط على اللير اللي انا عايزها، بتدي يختارها لي هي بس، وبقول له ديليت. يبقى كده موضوع انك تكريت لير وتمسح لير مفهوش اي حاجة، هو سهل جدا. عايز اعمل الاشكال دي داخل ليارات، وعايز اعمل فولدر جوه فولدر وجواه ملفات جوه اللايرز نفسها، اعمل ايه؟ انا عندي بضغط على الشيبس دي كلها او اختارها كلها، او بكنترول ايه بضغط كده في اي حته في الورك سبيس بره، وكنترول ايه بيختار لي كل اللي في اللاير ايه دي، ما هي دي اللاير الوحيده اللي عندي وكل حاجه فيها. بعمل كليك يمين وبعدين بقول له distribute to layers، يعني فرغ لي كل الاشكال دي كل واحدة في layer. مجرد ما بضغط البرنامج عمل لي layers كتير قوي. شايف كم layer هنا؟ كتير. ليه؟ لان في هنا اشكال كتير قوي. layers الفاضية ممكن اروح مختارها كلها، وانا مش عايزها layers فاضية كلها، وروح اعمل لها ديليت. اوكي، كده دلوقتي عندنا ليارات، وكده نزلت اسماء افتراضية ليها داخل الفلاش. هو برنامج الفلاش يبقى برنامج الفلاش عمل لي كل الاوبجكتات دي كل واحده في لير مخصوصه لوحدها، وعمل لي اسماء افتراضيه للليرات كلها. يعني بمعنى ان انا لو ضغطت على كل لير من دول هيظهر لي الاوبجكت اللي فيها. بص انا خد بالك، لاحظ هنا لو ما بضغط كده بيظهر لي ايه؟
هنا بتظهر النقطة دي، دي نقطة البيفوت بوينت او النقطة الارتكاز بتاعت الموفي اللي انا اخترته جوه اللير. بضغط عليها ار تانية اللي بعدها الطيور تقريبا، او لا دي فري ليرنز. عندك بقى دلوقتي انا عندي ليارات كتير وما ينفعش اشتغل بالطريقه دي، لازم اسمي الليارات بتاعتي حسب او اسم حسب ما هي موجوده، يعني اسم يدل عليها. يعني هجيب من فوق كده اول لير دي في ايه، او لقيته علم لي على مين، على www.freelearners.com. دي اللي موجوده جوه اللير، ولو كان فيها حاجات كتير جدا جوه اللير دي ما دام انا ضغطت كده هيظهر لي كل الكونتنت بتاعت اللاير دي، هيعلم لي عليها كلها. يبقى هنا بضغط دبل كليك وبقول له ده السايت نيم مثلا، اوكي بضغط انتر. هنا ممكن اتلخبط كده، انا مش شايف كويس ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي. بعمل حاجتين، يا اما بقفل كله من فوق، من شفت القفل ده، يعني بينزل القفل ده على كل الليارات، وبفتح اللير اللي انا عايزها بس وبضغط عليها وبتاكد هي فين. لقيتها الباك جراوند اللي تحت دي، مظبوط ما اتحركت معايا. لو انا حركت اي حاجه مسكتها جوه اي لير مفيش، ليه؟ لان انا قافل كله خلاص، يبقى انا ضمنت كده ان انا ما غلطش. يبقى خلي شغلك دايما لما تيجي تعمل ليرات كتير اعمل بالطريقه دي، اشتغل اقفل ليراتك الباقيه واشتغل على اللير بس اللي انت فيها، ليه؟ عشان ما تغلطش، وتاكد انك مختار اللير اللي انت تشتغل فيها. يبقى هنا هاخد الاسم ده دبل كليك كنترول سي، وراح واخد ده كنترول في واقول له بي جي، يبقى سايت نيم بي جي باك جراوند. بقفل اللير وبفتح اللير اللي بعدها وبضغط عليها، بيظهر لي البجعة دي او الطائر ده. اوكي البجعة يعني ايه؟ مثلا بيرد، لاند بيرد 1، اقفلها اروح اللي بعدها هلاقي اللاند بيرد 2، اقفلها اخش على اللي بعدها واضغط عليها اشوف في ايه. طيب انا كده مش واضح معايا قوي، اوضحها ازاي؟ بص بقى، عندي هنا العين دي، العين دي معناها ان انا ممكن تخفي جميع الليارات او تظهرها تاني. يبقى انا ممكن اخفي كله يوم ما بغلب خالص اروح جاي مظهر بس الليار اللي انا عايزها. يبقى انا اتحكمت جدا في ايه، في طريقة الرؤية بتاعتي. جراس حشائش، اوكي اظهر كله، اشوف اللير اللي بعدها ليتل جراس مثلا، اخفي كله اظهر دي بس، اقول مثلا براون بي جي، هنا بص ما بيحددلكش على حاجه، طول ما انت قافل لير ما بيحددلكش حاجه انت قافلها. فانا بفتح القفل عشان واضغط عليها كده، مش باينه خلاص، يبقى كده واقفل كله واشيل دي بس. جرس برضو جرين،
وهكذا عندك جميع الاراد بالشكل ده. وابدأ انت، هسيب لك بقى دول تقعد تسميهم انت براحتك بالاسماء اللي انت عايزها. طيب دلوقتي انا ممكن اختار مجموعات من اللاير دي واحطها جوه فولدر بناء على نوعيتها. مثلا انا شايف مثلا اللي الفيلة دي، ادي 1 2 3 4 5 دول الانيمال او الانيمالز، دول البيردز او الطيور، ممكن احطهم كلهم في فولدر واحد. هعمل ايه؟ يبقى ادي واحد، انا هعمل كده الاول. المنطقة دي هضغط عليها اللي في النص، بيقول لك نيو فولدر، هعمل لي فولدر جوه اللاير. يبقى فولدر فيه ليارات كتير، واسمي الفولدر ده، اضغط، يبقى اللاير اللي انا كنت مختارها بيطلع لي فوقيها الفولدر. بضغط دبل كليك، بقول له انيمالز، اوكي. وريني بقى دي فين؟ اهي. اروح جاي ساحب، هو قايل لي من على اللاير بتاعتها، اروح جاي ساحب كده واروح داخل فين في الفولدر. بص هنا الفرق، لو رحت على الشمال يبقى بره الفولدر، اهو بره الفولدر. رحت فوق بلاقي، بص المنطقه دي على اليمين وعلى الشمال. اليمين كده انت تحت جوه الفولدر دلوقتي، لو سبت يبقى انت جوه الفولدر. شايف هنا الفرق بين ده وده؟ ده بره الفولدر، ده جوه الفولدر. خليني على ده كمان، ده جوه الفولدر، اخد دي كمان تحت كده وادخلها جوه الفولدر، ودي جوه، ودي كمان جوه الفولدر بتاعي. اقفل الفولدر كده، شوف هنا ايه اللي حصل. بضغط على الانيمالز، على الفولدر بتاع الانيمالز داخل اللاير، بلاقيه اختار الانيمالز كلها. لما بضغط ضغطه كده بيعمل اكسباند للايه، للروت بتاع الانيمالز وفي الليارات. ده اوفر بكتير جدا ومنظم اكتر بكتير في شغلك. دايما اشتغل بالطريقه دي، شغلك هيبقى نضيف وتقدر تعدل عليه وترجع له في اي وقت. عايزين ناخد البيردز. طيب هنعمل نيو فولدر، دبل كليك بيردز، هات لي اول واحده نزلها تحت الفولدر، والتانيه نزلها لي كمان هي، والتالته، التالته فوق قوي، نزل نزل نزل، دخلها جوه الفولدر، ودي كمان نزل تحت خالص، ودخلها جوه الفولدر. يبقى انت عملت دلوقتي فولدر خاص بالطيور فين؟ في الليارات، اسمه بيردز. اقفل، شفت انت دلوقتي بضغط على اللير البيردز بلاقيها اختارت لي كل البيردز الموجود. ممكن اقفل ده واقفل ده واشوف الباقي زي ما انا عايز، اسيبهم لك برضو. هتعمل انت عرفت بقى خلاص الميكانيزم بتاع الشغل عامل ازاي، وتبدا تعمل فولدراتك ولياراتك وتدير مشروعك بالطريقه دي. ما عملتش كده هيبقى مشكله كبيره قوي. انا بيجيلي مشروعات كتير، يعني بيجيلي كذا كذا مشروع كتير. معظم المشاريع للاسف ابص الاقي فنادق في السعوديه مثلا كبيره، او مشروعات كبيره كرتون مثلا او ويب سايتات كبيره، الاقيها من جوه مفيش تسميه خالص، لا لللاير ولا للعناصر نفسها. وده اكبر غلط. يمكن هم عاملين كده يقصدوا مثلا محدش يقدر يعدل بعد كده او حاجة، بس يعني بنعدل وكل حاجة، بس بتاخد وقت. بعدين اشوف لير دي فيها ايه ودي فيها ايه، لا ما ينفعش. يبقى انت لما تعمل مشروع اتعود دايما تسمي ليرات بتاعتك بالاسم اللي يوحي للشغل بتاعك او الاوبجكتات اللي فيها، وحاجة تانية تسمي الاوبجكت نفسه بكذا، اسمه مثلا ده إليفانت، ده إليفانت 2، إليفانت ليتل إليفانت، ده جيراف، ده مثلا كذا، فاهم؟ طيب يبقى ده بالنسبة لإدارة الليارات وإدارة والإدارة اللي هي البصرية من هنا، عرفناها وإزاي تقفل لياراتك وإزاي تعمل فولدر وإزاي تكريت وإزاي
تدلت لير من هنا. الدرس الجاي هنشرح حاجة جديدة. السلام عليكم.